فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من خرج من المسجد والمؤذن يؤذن؟ إن كان لغرض ويرجع فلا حرج عليه، يتوضأ يكلم أحد ويرجع لا حرج عليه بذلك. أما إذا كان لا يرجع فهذا هو محل البحث. قال صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة عمار بن ياسر أظن: الذي يخرج من المسجد بعد الأذان من خرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. خرج رجل بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالخروج لغير عذر لا يجوز، أما لعذر لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هي، أو أنه مرتبط من مسجد آخر يروح يصلي معهم لا بأس. نعم، هذا عذر صحيح. نعم.